مرحبا ام وردي. اهلين ام داغر. اهلين ام صخر. شو كيف اخبار القهوه؟ تمام. شو يعني كل شيء على ذوقك؟ الحمد لله اشكر الله. طمنيني ابو وردي عم بيعذبك ولا عم يسمع منك الكلمه؟ لك عم بيسمع الكلمه بحذافيره. ولو هي يعني الانقلاب النسائي بتضيعه فادك. لك فادني كثير وخصوصي ريحني من شغل البيت كثير منيح. ايدك لكين. شو بايدي؟ ناوليني. شو بدي ناولك؟ لا هي ام وردي انا بعرفك ذكيه وبتلقطيه على الطاير. اي ذكيه وبلقطها على الطاير بس هي ما فهمتها. يعني كيف بدي اقول لك؟ بدنا مساهمه قهوه ام وردي بمصاريف المختاريه. يعني بدكم ضرايب؟ اعوذ بالله مين قال ضرايب؟ انت قلت ضرايب شيء ام صخر؟ شو انت؟ اعوذ بالله من مختانا مانعه قصه الضرايب مطلعه امام هالشغله. ما زال بتعرفوا انه الضرايب التغت. لشو جايين تطلبوا مصاري؟ يا ام ورده يا ام ورده نحن مش جايين ناخذ ضرايب، نحن جايين ناخذ مساهمه بسيطه من قهوه ام ورده لمصاريف المختاريه. ام داغر لف ودوران ما بدي، جوزي دافع كل الضرايب اللي على القهوه والوصولات عندي، بتحبي فرجيك اياه هون؟ خلص خلص ما تفرجيني شيء، صدقتي خلص. خلص معناتها روحوا شوفوا مين بعد ما دفع ضرايبه وخذوا منه مصاري. يعني ما بدك تساهمي بمصروف المختارية؟ يا مصبر الوحش تفضلي، هيدي مساهمة مني مشان ما تزعل المختارة. شو هيدا 10,000 ليرة ام وردة؟ ولو شو نحن جايين نشحدك؟ ما عجبتك هاتي ها؟ ام صخر؟ نعم. قوليلي موعد دخول البلدوزر إلى مقهى ام وردة امتى بسائد؟ أظن كما أنا بعد بكنا. أين بلدوزر هذا اللي بدي فوت على قهوتي؟ ليه ما خبرك جوزك؟ لا ما خبرني شيء. اسألي بخبرك. ولا يا شرشر اترك اللي بايدك وتعالي هون. نعم يا معلمتي. شو قصة هالبلدوزر اللي عم بيحكوا عنه؟ بلدوزر شو؟ هذا تبع اوتوستراد الحمير، ما تقلي نسيته. لا ما نسيته، بس على اساس المختار القديم نزل على المحافظة مشان يغير المخططات ويبعدوا عن القهوة كم متر على اليمين وكم متر على الشمال. ايه بس يا ابو وردة المختار القديم اختفى قبل ما يعدل المخططات. اليوم وصلتنا برقية مستعجلة من المحافظة بأمر إخلاء كل الأبنية يلي بدها تشق الطريق. شو هذا اوتوستراد حمير بعير مدري شو؟ فهموني ما عم بفهم شيء. شو لسا؟ ما تعذبي حالك معلمتي، انت ما بتفهمي. ايه يعني ما حتفهمي عليهم، ادفعي لهم بقى وتيسري على الله وخليهم يتيسروا. ولك تسلم لي شو بتفهم؟ خساره خساره تكون رجال. شو يا داري؟ انا هالقصص وهالحركات وهالفنجان ما بتمر عليها. زوجي حاول قبل مني بس ما طلع له مني شيء. اذا حضرتك بدك تدبري حالك بكام ليره من ورا تعب المختاره انا ما عندي مانع، بس مش مني انا. روحي شوفي لك شي وحده جنبي استبيعي على السلبي بجوز تطلع لك منها كام ليره. لا 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 يا ابو شفره، عم تتهمني بالخيانه؟ معقول انا خوني المختاره واجي اشتغل من ورا ظهرك؟ هي مش شوم عليك بس يا ابو شفره، هيدي ما رح سامعك عليها ابدا ابدا ابدا. يعني بدك تفهميني انه المختاره الى علم بالضرائب الغير مباشره اللي بدكم تاخذوها مني؟ ما على حد علمي المختاره لغت الضرائب. ترجع تقلي ضرائب. عم اقول لك هيدي مساهمه من صالونك للمختاريه مشان حتى المختاره تقدر تتحرك وتمنع اوتوستراد الحمير يلي بده يمرق صالونك. تنحت ما رح ادفع. طيب ذنبك على جنبك لكن ام صخر شوف شو بدك تعمل. نحن نهب. لا لا شو عم تعمل؟ عم بتسرقك من البيت لحالي، عم بتطلع الغلاط لبرا احسن يتكسر. وحتى وقت الفكره بده يجي البلكون ويفوت على صالونك يتكسر وحرام. خلص وقفيها خلص نحبك بعد بدها خلص وقفيها خلص. ايه ابو يوسف شو قلت بخصوص اوتوستراد الحمير؟ بدك انه الحمير يمرقوا بدكانتك ولا منخليهم يبعدوا احسن؟ شو صار لك ام داغر؟ اذا كنت زعلانه لانه ما جيت لعندك امبارح، بعدك انه اليوم رح اجي الف فيها بقى.
ليك ابو يوسف بدك تدفع ولا بتترحم على دكانتك؟ لا بدفع بدفع. ايه نولنا لكن يلا تفضلي. اعطيهم لام صخر. تفضلي يا ام صخر. يلا ام صخر. بسيطة يا مدغر، إذا بتشوفي وجهي بحياتك بعد اليوم يا رجعت رجعت تجنني. روح على وجهي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، الله يجيرنا من هالنهار. عندك بالون؟ بالون؟ ايه في بالون. تفضلي. بدي اياه احمر. احمر؟ وهي بالون احمر. شو؟ مشي حالهم الحمير معك؟ عرفتي شو صار؟ ما انا ما بيخفى علي شيء. ابو دغر ابو دغر مين؟ زوز زوز لك وطي صوتك جرست الدبلده من العالم اجي خلصنا خلص وطي صوتك يلا خلص فوت فوت اوام نعم بدي فوت لك فوق لك فوت ما انا مسكر علي بالمفتاح مرتي لك كيف بدي فوت افتح لي الباب لفوت لك سهله لك زوز فوت من هون لك من هون كيف فوت من هون كيف فوت من هون خلص غلطت فوت من تحت من تحت ايه لك شو مجنون انت لك شو بك بطلت تعال تعال عم زوز لك كيف بدي فوت لك خلص لك ما انت زوز نط من محل هات الشنطه خلصني يا عبال لك جون باص لعدق يلا عندك هلا لك طيب شو كم زعزوع شرك يعني حبيب قلبي خلصنا عجل زيتو الله جيبك هاتك معجوع كتير ناطرك على نار تفضل هاي الشنطة حبيبي زعزوع افتح روح روح هدي اعصابك اشكال الوان نقي واستحمل خي خي فيها كل الاغراض اللي نحن عايزينهم يعني ما راح نحتاج لشيء اه يا حرامي اه شو يا قصدي يا حرامي الفرق المسرحيه يعني حرامي فني فكرت تعال اقعدهم شوي شوفي ولا انت تعال اقعد وبعدين بشرح لك خلينا حط بعض ايه وين عبد متى فطر؟ لك روحي يا امرأة نحن مش جايين لحتى نغسل بعدين شغلتي شغلتي هيدي الأوامر بدك تدفعي يعني بدك تدفعي إن شئتي هذا أم أمنتي ليكو اسمعوا منيح روحوا دوروا اتصاد الحمير على الخريطة وامشوا عليه وما تنسوا تاخدوا مختارتكم معكم وامرأة باح حلوة منك هالمسحة أنت كبيرتنا وبتموني لكن لشيشبون الحميم دخلي شيشبون ما حنام يمشوا بذنوب ضيق ويدقوا ببعضهم لازم نعملن قطس ناس نقول لكم لهون على المطعم ما اكل مشي ابدا واذا وحده منكم جربت تحط اجره فيه بكسرها وحملها اياها مفهوم انه هلا يعني ما رح تدفعي بعدها تقول ادفعي شو انت ما بتفهمي شو اماني اماني يا حبيبتي ليش عصبية هيك لوقي اما يندع ليكي ليكي انتن نو يعني بدك تدفعي واجنك فوق نقبتي افلنا بس بدنك على بدنك ابو رفول ابو رفول نعم من فنجان قهوة حاضر ولا يا شرشر نعم نعم معلمتي نعم ولا يا شرشر نعم يا معلمتي نعم لك ساعة لا تيجي لعندي طولي بالك عندي شغلتين دير بالك على قهوة أنا واصل مشوار وليش على راسي نظفها منيح نارا يا هون نعم نعم على شيء نارا نارا
ولك من صماصيم قلبي رح حط لك نار. ايه بدي اقول لها لمرتك. من هون راحت؟ بس تجي. طيب بس تجي. نه نه نه. دخلك يا مختارة، شو هيدا اللي عم تعملي بالضيعة؟ العالم بيقولوا مرحبا، وشو اللي عم بعمله بالضيعة؟ مانك عارفة شو عم تعملي بالضيعة؟ لا بعرف شو عم بعمل بالضيعة، أنا عادي هون بالمختارية تخدميك واخدم كل نسوان الضيعة ولا عم أصرف هون. تخدمينا ولا تخدمي حالك؟ لا يا أم وردة، ليه عم تحكي معي بهالطريقة؟ كيف بدك ياني أحكي لك؟ أحكي بالهداوة مشان أعرف شو اللي مزعلك. عادي عادي. حاضر، رح أحكي بالهداوة. دخلك حضرتك، ما أصدرتي قرار بإلغاء جميع الضرائب المباشرة والغير مباشرة؟ مزبوط. لكن شو هيدا أوتوستراد الحمير يلي جماعتك دايرين يلموله مصاري من الضيعة منشان يلغوه عن الضيعة؟ أوتوستراد شو؟ الحمير حشائمتك. يا مواردين، أنت من وين جبتي هالكلام؟ شو جنيتك؟ لا، بعدني لهلأ إسا ما جنيت، بس إذا من هلأ للصبح مداغر ومسخر ما ردولي المصريات يلي نصبوهن علي، ساعتها بدي جن مزبوط وما بيعود في عائل لا مختارة ولا حمارة بالإذن. أوتوستراد شو؟ شو القصة؟ كيف؟ هلأ ما بقتلي ليش قلبتلي غلتي لك أبو داغر؟ هيك ما أحلى من الأول. يعني بدك للصراحة هيك أحسن. خي خذ البوسة. ما بدي ألبس ولا بدي أعمل شيء قبل ما تفهمني شو القصة من الأول للآخر. هلا ما بدي لالت ولا عجن، البوس وبعدين بشرح لك كل شيء. يا زقزوق بك، أنا اللي عملت. هات لهون. يلا تفضل هاي البسني. خي شفت ما أحلاك صرت. ليك بدي أقول لك شغلة بس يعني تجاوب معي شوي. لك صرت طالب مني مليون شغلة طلب، شو بدك قول؟ شلاح. شو؟ شلاح. شو عم تقول؟ شلاح! حتى المي ما فيني رشك فيها. يا كذاب. صدق الله لما شوفك عم تضحكي تحس الدنيا والشمس والارض كلهم عم يضحكوا. لما بتكشري لما بتكشري بتنطفي الشمس وبيختفي القمر وبتروح الدنيا. يا كذاب. يعني شو بكي كل شوي لحقتيني كذاب كذاب؟ لأني زعلانة منك. ليه يا حياتي زعلانة منك؟ ليه أجلت العرس الخميس الجاي؟ أنا مش عارفة ليه أجلت العرس لخميس الجاي. وعتقلي سبب خاص، انتو رجال ما عندكم هيك سبب. هلأ شايفة الضيعة كلها مبسوطة والعالم فرحانين حتى نحن نجي نعمل عرس؟ طب ونحن شو دخلنا بوضع الضيعة؟ كيف شو دخلنا بأحوال الضيعة؟ ما اتفقنا اثنيناتنا أنه نحاول نغير أحوال الضيعة؟ إذا ما تصلحت أوضاع الضيعة نبقى بلا زواج؟ لا يا حياتي ما رح نبقى بلا زواج. بعدين أنا قلبي حكتني إنه من هون لخميس الجاي رح تصلح أوضاع الضيعة، نعمل عرس، نفرح الفرحة فرحتين. وعطشوا لذيذين الشعرات. اخر موضه ما ناقص الا تربطهم من ورا. نربطهم كيف؟ تمام تمام تمام. عمري ما شفتك هيك. وعمرك ما راح تشوفني مره ثانيه هيك. خي هلا غيرت ثيابي وخلصت، خبرني القصه من اولها لاخر. ليك يا زقزوق، الموضوع وما فيه انك انت هلا صرت مستجين والمفروض فيك توصل هالظرف للمختاره. ظرف؟ شو فيها ظرف؟ هيدا في خلاصنا كلنا والخطوه الاولى لرجعتنا للحكم. طيب شو رأيك نعطيها هني كلهم؟ لأنه بكونوا شي 20 خطوة نمشي فرد مرة دفعة واحدة. لك خلص بدي يضل هون ما في عقل. ولك كيف؟ لك اسمعني منيح. قصدي طيب اعطيت اياهم كلهم ولا 100 ظرف ولا ظرف واحد، المهم انك توصل للظرف بدون ما حدا يشك فيك يا زقزوق. يعني بدك تغير صوتك لهجتك حركاتك. انت خايف علي؟ راح احكيها باللغة السنسكريتية او بالعصفورة. شو رأيك حبيبي؟ تمام يلا تيسر. يسر؟ ايه هيك بتيسر. ما بدي شنطة ودفتر وقلم حتى يكون الدور مسبوق مزبوط. لك عم تحكي مزبوط،
منين بدنا نجيب هيك شنطه يا بدك تدبرها يا ابا الزقازي امي. ولك ايه تذكرت مخبى انا شنطه هيك شيء يعني بالمطبخ على التدخين. يلا حالي لك. يلا تفضلي يا مختارتنا العزيزه. شو هيدا؟ هيدا العنب اللي وعدتك فيه. ايه كثير منيح. هلا بدك تخبريني شو قصه اوتوستراد الحمير. اوتوستراد الحمير؟ ليه انت شو عرفك فيها؟ ايش مفكريني مثل الاطرش بالزفه؟ وخبروني كيف ومنين جمعتوا هالمصريات؟ شو عم بتقولي؟ مثل ما قلت لي رفقتهم خطوه بخطوه وسمعت بدينتي وشفت بعيني ما حدا قال لي وهني عم يتنقلوا من دكان لدكان ومن محل لمحل ويقبضوا ويقبضوا ويلا برافو عليك. له يا ربا له يا فستيكي له. والله منك هينة بالمرة. منين اجتك فكرة اوتوستراد الحميرة هاي؟ بعت لك يا مداغر على الفكرة. الشياطين ما بيطلعوها. قال اوتوستراد الحميرة قال. ايه مع حق ام وردة جيم. ايه بس ام وردة عذبتنا كتير 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 بالبداية لحتى دفعت. لأنه ما كانت عم بتصدق القصة وما كان بدها تدفع. ايه وكيف دفعت بعدين؟ غصب عليها. ايه وكيف قنعتوها؟ بلشت ام صخر تساعدها بتفضاية القهوة، قامت اقتنعت ودفعت مثل الشاطرة. ايه بس الظاهر ما اقتنعت كتير، لأنه دورتها بعقلها لقيتها مش راكبة، فاجت لعندي فاتحة بجوقة على الآخر، ايه بس ما مشكلة، بس تجي تاني مرة أنا رح بقنعها. ايه بس الوحيد اللي ما قدمنا عليها هي ام نفول، يعني عيونها ما أقواها، لو ما نهرب منها كانت شنختنا بالكناصي. ايه وانتو شو اخدكن لعند ام رفول؟ ما بتعرفوا انها وحدة مشرانية لسانها طويل وايدها فاروطية؟ لك انا قلت بعقلي يمكن تغيرت مع التغيرات الجديدة. ام رفول من هلا ورايح ما تقربوا صوبها وما تاخدوا منها شي، بالناقص منها ومن عنا ايدها. العنب كتير مختانة. اسكوزمي فيني اطلب منك تنب؟ تكرم عينك من هالعين قبل هالعين. منك يسلموني عيونك يا مختانة. هيدا تنب شهادة حسن سلوك وفي نبزة عن حياة ابني صخر مثل ما حضنتك تنبتي. بقى إذا بتنيلي يعني تعملي المعاملات وتمديله إياها وتعطي شهادة حسن سلوك كل ماني أنا ولا. وانت يا ام صخر موافقة على النبزة ليكون كاتب شي عكس الحقيقة؟ لا لا ما تخافي كله مزبوط، حتى انا طاجة امضية. شوفي ماشي الحال، اعطيني طلب من الجرور لامضيله. حاضر. ها وهيدا طلب بس خليني اكتب عليه ابني صخر. صخر ها تفضل يا مختارة امضي. يزدمو هالديات. شكرا 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 مختانة. بتعيشي مختانة؟ بعد في عندي مشكلة صغيرة بدي اياك تحني لي اياها، يعني قبل ما تنتقل العنوة مني لنسوان الضيعة كلها، بعدين ما معود فينا نسيطر على الوضع. شو المشكلة؟ جوزي. شو بقول؟ بطل يسمع كلامك وينفذ أوامري؟ لا لا ما هيك. لكن شو المشكلة؟ الحقيقة مستحيل اسكموز ما معرفي كيف بدي اقول لك اياها يا مختانة. ايه قولي. جوزي هجمني انه يومين. وما عرفتي ليش؟ لا ما عرفت. لا هاي مشكلة ومشكلة كبيرة يا ام صخر ولازم نلاقي لها حل. لانه بجوز الرجال يكونوا مخططين لها وقاصدينها حتى يزلونا ويركعونا. إيه بس المشكلة الأكبر يا عم صخر إنه أنا ما فيي أصدر قرار أمنع فيه رجال من إنه تهجر نسوانا. إنه كل شيء بيصير بالقوة إلا هالشغلة. والعمل يعني معقولة حيضلنا هاجرني هيك؟ ما بعرف. هي الشغلة بدها تفكير كتير. شو قصته أبو رباح طول؟ هشتنعني يا مختار. الغايب هشته معه. يمكن طلع من البيت وما قدرش يطلع برات الضيعه ويجي لهون. معقوله؟ لك معقوله رئيس مخفر طويل عريض ما يقدر يظهر من الضيعه؟ قصدك تقول يعني كيف رئيس مخفر ابو جبل؟
انت متاكد انك قابلته وقال لك رح يجي لعندي اليوم؟ ولو يا مختار شو ولد صغير انا قدامك ولا بفهمش انا اللي شفته وحكيت معه ولا عجوز خرفين يعني انا. لكن ليه ما اجى لهلا بعد؟ طول بالك انا يمكن يكون جاي على الطريق. طلع معي لهونيك شوف. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. مين انت؟ وهلا وعرفتينا؟ انا البوسطجة وجايب لكم معي مكتوب. ايه هيك. وين المختار؟ المختار عبال عندك طار. انا هلا صرت المختار. ايه لكن ما بدي سلمك اياه بايدي. هيدا مكتوب مساكر وبدي سلمه للمختار بايده شخصيا. عبالك سلمني المكتوب؟ لا رجعه لمطرح ما جبته لك. لا وين بدك ترجعه؟ اعطيني اياه. انا مرته. انت مرته؟ ايه هيك صار الحكي غير شكل. تكرم عيني وعين مرته. هذا المكتوب. كرم عينك. تفضلي. بس اذا بتريدي ممكن هاك تمضي لنا انك استلمتي هالمكتوب. تفضل. سلم دياتك. هلا معك. استلمت المكتوب؟ ايه استلمته. مش الحب؟ مش الحب. خلص؟ مرة تاني. مرة تاني. ما بدك مني شاب. لا لا لا. خاطركم. مع السلامة. من مين المكتوب؟ لحظة لشوف. لحظة. من المحافظة. وشو بدهم؟ بعتين ممثل على الإدارة المحلية. وليه؟ يعني مفتش؟ هيك الظاهر. وقتها رح يوصل؟ اليوم قديم الشهر؟ اليوم 28. المكتوب طالع بتاريخ 21 وصار له جمعة على الطريق. يعني نفتش بجوز اليوم يوصل. وشو رح تعملي؟ ماني عارفة. بس ليه؟ والله ست بوزك انت ومعلمتك. زعزوق فتح لك البيت فوت. قطيعه تقطعك قطع. يا حبيبي يا حبيبي. راح قلبي. لك سلامة قلبي. أنا ما خفت. إيه. بس قلبي هرب. لك بعرف أنت رجال. الله يخليك. اللي شو عملت؟ وصلت الظرف؟ روح علي شوي علي أخذ نفسي. ريق وخذ نفسك. قطع نفسك. وصلت الظرف؟ وصلت الظرف للمختارة شخصيا. يا أبو الزقازيق حدا شك فيك شيء؟ ولو ما أنا الزقازوق. عارف. شليح قصدي خذ ثيابك وشليح جوا وقحت قصدي زحت. أبو داغر. لك عيونه لأبو داغر. يلا. أشو اللعب ممنوع. أهلا أبو داير. لشو بعتلنا مفتش؟ معقولة حدا يكون مقدم علينا شكوى بالمحافظة؟ ما بعرف. بجوز. الله يستر. إيه بعد ما تهنينا بالمختارية والكرسي ما سخنت تحتي. مين هيدا؟ شو بعرفني؟ يلا قومي زحتي من عندي. نعم. الله ينعم عليكي ويرحم والدينا ووالديكي. قومي يعني قومي. يلا ارسلوا في طلب المختار. لمين حضرتك يا استاذ؟ بنتي شو دخلك يا بنتي؟ يلا بدي المختار يعني بدي المختار. حضرتك ممثل الاداره اللي بعتته المحافظه؟ ايه نعم. وشو عرفك؟ وصلنا كتاب بهالخصوص. يا اهلا وسهلا يا استاذ. شرفت ونورت المختاريه. او او وانتي شو محلك من الاعراب حتى تطلعي على هيك كتاب سري؟ انا واعوذ بالله من كلمه انا المختاره. ليه عم تضحك؟ ليه عم تضحك؟ تعبتي وياكي. لأول مرة في حياتي بشوف ست بالمخطرة. ما في شي بيضحك. وين المختار؟ يلا بسرعة. بعيد عنك. عطاك عمره. لا يا رفيق الصبا الله يرحمه. يلا مازال هيك منبلش بالشغل وبلا ما نضيع وقت. جيبوا لي السجلات. سجلات؟ سجلات شو يا استاذ؟ شو سجلات شو يا بنتي؟ في مخطرة في الدنيا بدون سجلات؟ سجلات الواردات الداخل والخارج والنفقات وغيره وغيراته. عنا 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 سجلات. بيصير مختارية بدون سجلات يا استاذ؟ كتير منيح. اعطوني السجلات المالية. جيبي له السجلات. ولك من وين بدي اجيب له السجلات وانا ما بعرف وين منين؟ هي ما بعرف اتصرفي. ما سمعتوا شو قلت؟ سمعنا استاذ سمعنا.
هيا تحركوا بسرعة وجيبوا السجلات. ام داخل فوتي جيبي السجلات من جوا يلا. حاضر. أهلا وسهلا يا أستاذ، أنا سعيدة تعرفت عليك يا أستاذ، شرفت الضيعة يا أستاذ، نورت المختارية يا أستاذ. بعيدي بعيدي عني أحسن أكتب فيكي تقرير غير شكلها. رح أبعد رح أبعد. وبعدين كيف بدنا نظبطه بهالموضوع؟ شو رأيك أستاذ نأجل موضوع السجلات هلا وتطلع معي على البيت تكلك لقمة وترتاح وبعدين نحكي بقصة السجلات؟ بترشيني بلقمة أكل يا مختارة. طب شو رأيك تاخد حقهم مصاري؟ عمالي ترشيني بالمصاري يا مختارة لإفقعك تقرير جيب فيه آخرتك. لا دخيلك بلا التقرير، كل شيء بنعمله بس بلا التقرير. انقلها وجيبي السجلات. حاضر انا رايحه بنفسي اجيب لك السجلات. يلا حاضر. زبطت معك يا ابو داغير؟ وقال شو؟ قال اللعب ممنوع. قال مرحبا يوسف. اهلين. كيف نمت امبارح؟ طب على وجهي. ما شفتني بمنامك؟ ما شفت حدا بمنامي لأنه كانت مقطوعة الكهرباء. يا يوسف أنا شفت بمنامي إني راكب حصان أبيض طاير فيه مثل الريح، وجيت لعندك خطفتك من إيدك وحطيتك قدامي، طرت فيك على دنيا ما فيها حدا. شو حلو يا يوسف، كشي بيطير العقل. كذابي. منك مصدقني؟ طبعا لا، لان انت حمارة ما بتعرفي تركبي. بدك تركبي حصان بعد؟ بالمنام يا يوسف كل شيء معقول، فيك تركب سيارة، فيك تركب طيارة، فيك تركب حمارة. هدي هذا الكاسيت وروحي اسمعي، انا رايح اتغدى. شو مسجل على هالكاسيت؟ اكيد غنية احبك لعبد الحليم حافظ، ما هيك؟ تسلم لي يا حبيبي، كلك ذوق. لا مش غنية احبك، لكن اكيد غنية انت الحب لأم كلثوم. كمان ما حذرتي. غنيت يا وردة الحب الصافي لعبد الوهاب. هلا انت ليش عم تتحذري؟ روح اسمعي الشريط وبتعرفي. شو غبية؟ ان شاء الله ما تكون غنية حايا حماري. ها القصة أبو داغير؟ وين راحوا تركوني وحدي؟ معقول يكونوا قفشوني؟ تفضل استاذ، هيدا سجل الايرادات وهيدا سجل النفقات. النفق؟ انا ما شايفك قبل هلا. لا اطلعي فيك بصبش علي منيح، شواربي دبله عيوني شي ميله على خدي. بحياتي كلها مش شايفتك اطلاقا ابدا.
طبعا في العمر ما عمل بك عني منين بدك تشوفيني، بس اذا هيك يعني زبطة. شو هيدا؟ شوفي استاذ شوفي. شوفي؟ شو ما في؟ السجلات كلها مش مزبوطة، السجلات مزورة والفواتير مزورة ومصريات المختارية مسروقة. بدي احبسكم، بدي كسر لكم دياتكم يا حرامية. نحن ما دخلنا استاذ، نحن جديد هون، ما حلنا لا نسرق ولا نزور. إذا كان ولا بد بدك تحبس حدا، احبس أبو داغر. مين هيدا أبو داغر؟ جوزة. نعم جوزة أبو داغر. صحيح جوزة، بس ما قالوا عليه لا بالسرقة ولا بالتزوير. أبو داغر كان العبد المأمور تبع المختار، كان كل شيء المختار يقلو إياه كان يعمله. إذا بدك تحاسب حدا روح حاسب المختار. جوزة. لا جوزة. لا جوزي. لا جوزي. إيه جوزي. لا جوزي. لا جوزي. لا جوزي. خلاص أنتوا ولاد مختارية وتحت سقف واحد، ما بيجوز هيك. حبوا بعض. ليه؟ هالريحة منا غريبة عني، سيمحتك على كل شيء قلتيه. أصيلة يا هنداغير أصيلة، منك ناسي العشرة. ومين هيدا أبو ماهر أبو ساخر؟ هيدا اللي اتهمتوه بالسرقة أبو داغر، بدكم تجيبوا لي إياه فورا. موجود استاذ، موجود. داغر روح جيبي جوزك بسرعة. بدك صدقني يا استاذ، أنا جوزي ما له علاقة بكل هالقصة. طيب طيب خلص 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 كتو خلص. إكراما لروح المرحوم المختار كونه كان صديقي، حبعطيكم مهلة أسبوع تتظبطوا السجلات، لذلك بتطلبوا من أبو داغر، بتبوسوا إيده وشه وقفا لأبو داغر تيساعدكم بتظبيط السجلات، وإلا راح حبسكم اتنيناتكم. كتر خيرك يا استاذ، بتكون فضلت على شواربنا هيك يا استاذ. الله يعطيك العافيه يا استاذ. انت ليش بتلعي كثير؟ انت شو بيلع راديو؟ ها سكتت. اسكتي احسن. على كل حال انا راجع بعد اسبوع، واذا لقيتكم ما مظبطين السجلات ومترجيين لابو داغر ما راح ارحمكم ابدا. ولك شو بدي لوين لحقتيني؟ نودعك على البيت استاذ مشان انت. ما بدي حدا يودعني اطلاقا. كل اللي بدي اياه انكم تشتغلوا منيح وتحافظوا على الدوام وما تتركوا المختارية قبل الدوام تلحق انا كب هيدا وغير الشنقاش. يلا. يا مصيبة، ما كنا حاسبين حسابها. اشكري ربك انه طلع ايدك وابن حلال وصاحبه لجوزك، وعطينا مهلة اسبوع لحتى ندبر حالنا، والا كان كتب فينا محضر وحولنا للتحقيق. معك حق. بسرعة على البيت بتقولي له لأبو داغر يظبط الدفاتر. ما سمعتي شو قال؟ قال ممنوع نترك المختارية قبل ما نخلص الدوام. مضبوط. أيها الممثل العظيم. يا أبو داغر. يا هيك التمثيل يا بلايا أبو داغر، أكلت له الرسل. هلأ بدي شوف المختارة شو هتعمل، والست مدغورة شو هتعمل. نحنا نسوين يحكمونها. نحنا لا يا أبو داغر.
وهلا المغسل نشيل المفتش ونرجع ابو دغر. صارت الساعة 2:15 والدوام خلص، يلا بسرعة روحي على البيت حتى تقولي له لأبو دغر كيف بده يصلح السجلات. يلا رايحة. إيه وينك؟ ما تضغطي عليه كثير، خديه بالهداوي حتى يقبل يساعدنا، وبعدين ارجعي تأمري عليه مثل ما بدك. خلص فهمت عليك. إيه وينك؟ إذا طلب السجلات ليصلحهم بالبيت شو بتقولي له؟ حاضر. إيه وينك؟ نعم. ما تفتحي بالموضوع فوراً، لا، احكي هون بساعة صفا هيك على رواق وحني عليه شوي. أرواحنا بإيديه. رح حن عليه كتير كتير كتير. بقدر أمشي هلأ ولا بعدك تقولي لي وينك؟ لا أمشي. إيه بخاطرك. هلأ أنت معنا ولا معه؟ أنا معكم طبعاً، بس أنا حبيت فسر لك بعض الأوضاع اللي خلتهم يقلبوا عليكم. أنا وقت سألتك كيف الأوضاع كان قصدي أوضاع الهجرة. شو بعد ماشي؟ لك سكوت أسخر. ظاهر الوصف اللي وصفت لي اياها بلشت تعطي نتيجه. يومين ثلاثه بتفقع امك اذا ضليتني هجره، واكيد اكيد رح تتخلى عن تعليمات المختاريه وترجع الامور مثل ما كانت على القليله عندنا هون بالبيت. كثير منيح، بدايه مشجعه، بس اوعى تضعفها، خليك مثل ما انت. بس هيك ما بكون عم بعقبها لوحدي يا صخر. شو بنا ابو صخر بلشنا نضعف؟ استحمل شوي، وجع ساعه ولا كل ساعه. اشت امك. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بام صخر، يا عيونه لابو صخر، الله يعطيك العافيه يا تقبريني. يا حياتي انت ما بتلحقي تغيري ثيابك، بتكون السفره ممدوده عن اذنك يا قلبي. هالتنحيب الزايد ما لعنا، معقولي شغل البيت منيح اكثر من القعده على القهوه؟ سخران؟ ليش قصت عموك؟ قصت شو؟ شايفت عم ينحب فيي زيادة عن اللزوم، ما انه بالعادي، شو القصة؟ بحبك. سوك، هاي شهادة حسن سنوك. لا. كيف عطيتك إياها بدون ما تعطيها لا طلب ولا نبذ عن حياتي؟ ما أنا كتبت سطرين عن حياتك وطجيت أم ضاي. وكي كتر خيرك. يا أحلى مساعدة مختارة بالدنيا. شو قصته هيدا التاني؟ شو قصته؟ شو الأخبار؟ لا حدا فات لعنده ولا حدا طلع من عنده. وهو ما جرب يطلع؟ لا 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 أبداً. كتير منيح. أنت فيك تروحي على بيتك وأنا رح أستلم المناوبة عنك. حاضر ستنا. استراد الحمير؟ طبعا معي خبر. ايه وكيف كنت بسكت له المختار؟ وليش ما بسكت له؟ انا بسكت له على شيء، هو بسكت لي على اشياء. يعني شغله اوتوستراد الحمير ما فيها تعديات على صلاحيه المخفر؟ ابدا. طيب وشو هي الشغلات اللي كان يسكت لك عليها المختار؟ وليش بدك تعرفيها؟ انت ما دخل. سالتك سؤال بتجاوبني. رمشك؟ رمشة عينه اللي جارحني رمشة عينه. سألتك سؤال أنا جاوبني. يا ستي شوفي، إذا المختارة مشيت بأوتوستراد الحمير ولمت لها كم ليرة وكم قرش، فباستطاعتك تمشي بمية أوتوستراد من هالشكل وكل يوم. شو قصدك؟ أنا حمارات؟ لك لا ما قصدي هيك، بعيد الشر. إيه شو قصدك؟ قصدي أقول إذا المختارة لمت شوية مصاري، أنت فيك تلمي قدهم عميد مرة. كيف؟
سألتيني كيف؟ راح خبرك كيف. بما انه حضرة جنابك رئيسة المخفر، يعني فيكي تمشي بالاوتوستراد اللي بيعجبك واللي على كيفك. عندك مثلا اوتوستراد شرطة المرور، مثلا اوتوستراد شرطة البلدية، مثلا اوتوستراد شرطة الصحة والنظافة، مثلا اوتوستراد شرطة مكافحة التهريب، مثلا اوتوستراد شرطة التموين، وعندك آلاف الاوتوسترادات ما بتخلص من هلا لمية سنة. وإذا بدك رأيي مشي بأوتوستراد الصحة والنظافة، أوتوستراد أسرع وأنفع وأضمن وأطول. وهذا الأوتوستراد كيف بيمشوا فيه؟ افرض مثلا يعني إني خصمتك يوم. شو عم تغني لي؟ جاوب. رمش عينه اللي جرحني، رمش عين. رم. بسيطة. وإذا تأخر الوقت ولك وإذا ما عملت أكل بعتقد يا أبو ديغر الخطة نجحت. ما تخاف. شرفت حرمنا المصون. يا رب. بتصور اللعبة ظابطة إن شاء الله. كيفك أبو ديغر؟ يعني انت زبطت. اهلا مدغر. اهلا حبيبي. شو وين الاكل؟ مبين ما طبخت. ما كيف بدي اقول لك مدغر احترق سنسبيل ابعد السجاد وسويت اوض النوم ولجنات ومسحت واشطفت حتى البلاط لقاع عم يقبروا قبر فلودي فخادي ورموا عفعوس رجع يوجعني من لحق طبخه. والله حرام انا بدير. معلي ابو دير. بسيطه. يلا انا بطبخ. شو بدك تطبخي؟ البرغل بالعدس. لا ما بحب البرغل بالعدس. طيب شو بتحب اطبخ لك؟ طبخيلي مجدرة بالتقل مربوطة. حاضر راح اطبخ لك مجدرة. وين البوسة؟ والله الزبطة. ليك على بال ما تحضر التقل مربوطة وبكون انا رحت اخذت قيلولة. ايه؟ يلا ما بتأخر. ايه متأخرة. دخيل الله شو عقله صغير، كأنه المجدرة غير البرغل بالعدس. سيدة يا أبو ديغر، اللي إله شغلة عند الكلب مضطر يقله يا سيدي. رح أطبخ لك مجدرة بس حسابك بعدين. الهيئة الخطة نجحت يا أبو ديغر. وإن ديغر عم تتودلي منشان صلح لهم السجلات، طبعا الخوف بيقطع الجوف. لخبي التليفون قبل ما تشوفه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بالمختارة. يا اهلا وسهلا بام صخر. كيفك يا ام وندي؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا. شرفتوا. اهلين بالمختارة، نورت القهوة بوجودك. يا اهلا وسهلا مختارة. دخلك شو عاد صار بمشروع اوتوستراد الحمير؟ وامتى حترجعي لي مصرياتي؟ ما ناسي موضوعك ابدا يا ام وردة، بس ما لحقت ادرس اليوم. خلص الدوام قبل ما يجي دوره. بتعرفي مشاكل المختارية كثيرة. يعطيكي الف عافية يا مختارة. وامتى ان شاء الله ناوية تدرسي هالمشروع؟ بكرة من صوتي على المختارية رح طلع الملف وادرسه دراسة عميقة. انت مرقي لعندي الظهر وانا بعطيك النتيجة، وان شاء الله بتكون لصالحي. على عيني. جيبي لي ورق شدي. تكرم عيني. وانا بدي. شو بدك؟ انا بدي دفترين، قلمين، ورقين. تكرم. اقعد. شو بك واقف؟ انا بحب اقعد على الويكيب. تفضل حبيبي. ريتو ألف صحة وهنا.
ومين اللي طلب من حضرتك انك تحضري ارجيله؟ انا ما طلبت ارجيله. انا عملتها بدون ما انت تطلبها. قلت لحالي صار لك يومين ما رحت على القهوه، فاكيد بتكون اشتقت لها. يلا شيلي الارجيله اللي جوا وزحتي لشوف، انا ما بدي ارجيله. ليه حبيبي؟ ان شاء الله تقولي لي يا حبيبي، مزاجي ما طالب ارجيله، شو بالقوه ما بدي ارجيله. امسك امسك الارجيله واترك مساله المزاج علي انا. ليه شو حتعملي؟ هلا بتشوف. يلا. الودع حلو وثابت سنه، الودع حلو ما اقدرش انا ابعد عنه، الودع حلو.